السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله بمناسبة شهر رمضان الكريم غادي نحضر معكم حريرة مغربية على طريقتي الخاصة. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الأخير، وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ودابا نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله بالمكونات. عندي هنا واحد البصلة كبيرة اللي محكوكة رقيقة هكذا، العدس اللي فايت لي فزقته وخليته تنفخ في الماء باش من نطيبه ما طيرلوش القشرة ديالو. الحمص كذلك اللي ديجا كان عندي مفزك. عندي هنا الكرافس مقطع، هنا عندي القزبر والمعدنوس مقطع رقاق. هنا كما كتشوفوا الطماطم راه جبتها من المجمد مازال ما طلقاتش. هاد مطيشة راه فايت لي حضرتها معكم فيديو سابق اللي طيبتها وطحنتها وعملتها في اكياس وضعتها في المجمد. غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. مطيشة الحك قياس واحد 3 ديال المعالق كبار، واحد المعلقة ديال السمن. بالنسبة للتوابل عندي كما كتشوفوا هنا الخرقوم، سكينجبير، شويه ديال القرفه، وشويه ديال الابزار او فلفل اسود. انا بالنسبه لي ما كنكثرش الابزار، ما كنبغيش الحيره حاره، اللي كيبغي الحيره تجي شويه حاره يمكن له يكثر الفلفل الاسود. عندي ملح ودامة البنه ديال الكري، هذه اللي ما كيستعملهاش يمكن يستغنى عليها. عندي خيزو او الجزر والبطاطا، هادو غندور بهم انا الحريره. بالنسبه لحيره رمضان انا ما كنستعملش فيها الدقيق، كاين اللي كيدور الحيره بالدقيق. كتعجبني انا حيره رمضان كتعجبني ندورها بالخضره تجي خفيفه. غادي تشوفوا معايا غنسلق هذه الخضره وغندور بها ان شاء الله الحريره ديالي. هنا عندي الشعريه الرقيقه اللي غادي ندور بها كذلك الحريره. وعندي الزيت كما كتشوفوا نص كاس ديال الزيت مخلط، زيت نباتيه وزيت المائده. هنا بالنسبه اللي كيعمل التقطعات ديال اللحم غادي يعملهم. انا هنا ما استعملتش تقطعات ديال اللحم، نتوما يمكن لكم تستعملوهم على حسب كل واحد وشنو كيبغي يدير في الحريره ديالو. غنبداو بسم الله. خديت الطنجره ديالي غادي نعمل فيها العدس. هذا العدس كيما قلت لكم الا ما فزقناش فاش كيطيب كطير له القشره ديالو. الحمص حتى هو اللي عندي مفزك، بصلة محكوكة رقيقة، قزبر معدنوس مقطعين رقاق، كرافس، نعمل هاد المعلقة ديال السمن، توابل قلنا عندي هنا كنجبير الخرقوم يبزر وشويش ديال القرفة. غادي نعمل الملح، نعمل الزيت قلنا ما كنكتروش الزيت، واحد نص كاس اللي عندي مخلطة. هنا بغيت نقول لكم انا عندي الحمص كيطيب طياب يعني مجربه، غنعمل معاه مطيشة في نفس الوقت. بالنسبة اللي عندهم الحمص ما طيبش او لا ما عرفتيش واش طيب ولا لا، يمكن لك تخلي مطيشة حتى الاخر ما تعمليهاش في الاول باش يطيب لك الحمص طرية. غادي نعمل هاد الدويمة ديال البكري انا عندي هنا. هادي انا قلت لكم اللي ما كيعجبوش يستعمل الدامة البنة يمكن له يتخلى عليها وما يعملهاش، انا كتعجبني كنعملها صافي. وغادي نضيف مباشرة الماء، الكمية اللي غيبان لي غيطيب فيها هاد الحمص ديالي وهاد القوام. الماء غنزيد نضيف الماء صافي. غادي نسد الكوكوط ديالي ونخلي هادشي كيطيب. هنا كيما كتشوفوا بالنسبة مركز الطماطم أو مطيشة الحك والشعرية وهاد البطاطا وخيزو حتى غنسلقهم غندور بهم الحريره حتى للاخير، هادو غنخليهم حتى نجي ندور الحريره. غادي نرد الكوكوط ديالي طيب
ومن غيطيب هادشي نرجع معاكم. بعد ما طاب لي الحمص مع العدس والقوام اللي عملت، صافي الحمص هو دابا عندي طايب. غادي نضيف الماء، هاد الماء اللي ديجا طايب حتى هو عندي على حسب الكميه اللي غادي نحتاج. غادي نضيف مطيشه الحك او معجون الطماطم اللي طلقته في شويه ديال الماء، هنا انا سلقت البطاطا وخيزو اللي غادي نطحنهم في خلاط كهربائي باش غندور بهم الحيره ديالي. الطنجره ديالي ها هي كتغلي كما كتشوفوا. دابا غادي نضيف الخضره اللي طحنتها، بها غادي ندور الحريره ديالي. غادي نكبها وانا كنخلط باش ما تلصقليش لتحت، غنضيفها بشويه بشويه هكذا وانا كنخلط دائما مع التحريك. هنا انا كدورت الحيره ديالي بالخضره، نتوما كاين اللي كيفضل يدورها بالطحين، داكشي كيبقى اختياري. انا غادي نضيف شويه القزبر ومعدنوس، باش تبقى لي داك الطيبه ديال الربيع في الاخر. كنحركوها باش ما تلصقليش. وهنا رانا النار رانا درتها ناقصه، يعني ماشي العافيه مجهده عندي، راها ناقصه. هاد الحريره بهاد الطريقه كتجيني خفيفه في رمضان، ما كتجيش ثقيله، وحتى الا بقات لنا لغدا ما كتقصحش، كتبقى على نفس القوام ديالها. الحريره ديالي هي عاودت طلعت فيها الغليه كما شفتو. دابا غادي نضيف الشعريه رقيقه، ودائما مع التحريك باش ما تلصقليش. هنا بالنسبه للخفه والثقاله ديال الشعريه على حسب الرغبه، كل واحد كيفاش كيبغيها، كاين اللي كيبغي الحيره ثقيله، كاين اللي كيبغيها خفيفه، هذاك الشيء كيبقى اختياري. دابا غادي نحرك باش ما تلصقليش الشعريه في الطنجره. دابا غادي نعينهي الشعريه ديالي طيب، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت حيت عندي شعريه رقيقه. صافي ونطفي على الطنجره ديالي، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الحريره ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالنا بعد ما وجدات. هذه الحريره اللي حضرتها معكم على طريقتي الخاصه، كتجي غنيه بحكم ان فيها الحمص العدس وكذلك الخضر اللي دورت بها الحريره ديالي. نتمنى من الله طريقتي في تحضير الحريره تكون عجبتكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش ملي لايك، وشجعوني باقتراحاتكم وتعليقاتكم. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره، كنقول لهم مرحبا بكم معايا في لاشين، ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ودابا ما بقى لي الا نودعكم، رمضان مبارك وعواشركم بروكه.